مساكم الله بالخير مشاهدينا الكرام، يا هلا فيكم في لقاء متجدد يجمعنا فيكم في برنامج تم على قناة اس بي سي، ومن يسمعنا ويشرفنا بذلك عبر أثير إذاعة الرياض. حلقة الخميس كما اعتدنا نتحدث فيها عما يتعلق بجوانب الرؤية، رؤية المملكة 2030، ولكن ابتداء نتناول بعض الأخبار ومنها ما هو مرتبط بالرؤية. خبرنا الأول نتحدث عن زيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع مساء أمس الأربعاء، هذه الزيارة الرسمية إلى العاصمة الإماراتية أبوظبي، حيث كان في استقبال ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد. ورأس صاحب الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان اليوم أعمال الاجتماع الثاني لمجلس التنسيق السعودي الإماراتي، وخلال الاجتماع شهد الشيخ محمد بن زايد والأمير محمد بن سلمان تبادل 4 مذكرات تفاهم واستعراض 7 مبادرات استراتيجية، من بينها إنشاء مجلس للشباب بين السعودية والإمارات بهدف تعزيز الشراكة بين شباب البلدين، كذلك إصدار عملة رقمية موحدة بين السعودية والإمارات بشكل تجريبي. كما انتهز سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان الفرصة السعيدة خلال زيارته لدعوة الإمارات لتكون ضيف شرف في قمة 20 التي تستضيفها المملكة. كذلك يذكر الإمارات ستستضيف المعرض العالمي الكبير إكسبو في عام 2020 أيضا. يعني بالتأكيد يمكننا فرصة عظيمة جدا أن نتحدث عن المصير الواحد، عن أن السعودي إماراتي والإماراتي السعودي، ونتحدث عن قائدنا وملهمنا قائد وعراب الرؤية سمو ولي العهد أثناء هذه الزيارة، والاتفاقات التي وقعت والمجالس التنسيقية المشتركة ما بين البلدين، وحديث حتى أخواننا، ويعني الاستقبال الرائع اللي كان لسمو ولي العهد. يمكن شفنا الأبراج العالية وهي تتزين بالعبارات الترحيبية لسمو ولي العهد وكذلك صوره والأجواء العامة اللي كانت موجودة. يوم الاثنين القادم إن شاء الله، نتكلم عن 2 ديسمبر، سيكون هو يومنا الوطني الإماراتي، سنحتفل فيه وأتوقع ليس فقط في قناتنا اس بي سي، أتحدث عن التلفزيون السعودي بشتى قنواته، بل أتحدث عننا كسعوديين كيف بنا أن نفرح ونحتفل بذكرى الإمارات، وهي ذكرى فعلا عظيمة باليوم الوطني الإماراتي، فالمصير واحد كما أكد على ذلك سمو ولي عهد أبوظبي الأمير محمد بن زايد، وهو يستحضر كلمات الراحل الشيخ زايد رحمه الله وسكنه فسيح جناته دوما على قلب واحد. خلونا نروح للخبر الثاني، وهو نتحدث بعض الأخبار المرتبطة بالرؤية. دعا برنامج جودة الحياة المواطنين والمقيمين للمشاركة في استبانة إلكترونية للإسهام في تحديد استراتيجية قطاع الهوايات في المملكة بما يعزز من أسلوب حياته وجودته، ويمكن الاطلاع على الرابط والمشاركة بالآراء والاقتراحات عبر حساب وكالة الأنباء السعودية والذي خصص لجودة الحياة على تويتر. طبعا واس وكالة الأنباء السعودية طورت من تواجدها في مواقع التواصل الاجتماعي وحساباتها في تويتر، يمكن شفناها مؤخرا بتنوعها وتخصصها ومنها هذا الحساب الخاص بجودة الحياة. الخبر الثالث، نفى المتحدث الرسمي لبرنامج حساب المواطن أستاذ سلطان القحطاني عبر حسابه الرسمي في تويتر صحة الأخبار المتداولة والتي ربطت تأثر مستفيدي برنامج حساب المواطن من الاكتتاب في أي شركة. أكد كذلك على أن البرنامج يعتمد في طريقة احتساب مقدار الدعم على الإفصاح عن كامل دخل الأسرة وعدد أفرادهم وأعمارهم كما هو موضح في البوابة الإلكترونية للبرنامج.
انطلق تجمع البحر الأحمر الدولي للنحت في منطقة جدة التاريخية بمحافظة جدة بمشاركة 20 نحات من أنحاء العالم ومن العالم العربي والسعودية بتنظيم من وزارة الثقافة. هذا التجمع يهدف لمنح نخبة من النحاتين العالميين الفرصة للتعبير عن مشاعرهم تجاه المكان والتاريخ الذي تمثله جدة التاريخية، وذلك وفق نسق فني موحد يجمع إبداعاتهم النحتية. ويستمر التجمع في 12 يوما المقبلة في منطقة جدة التاريخية، وقد تم اختيار الأحجار المخصصة للمنحوتات من الرخام الأبيض، ويتوقع أن تكتمل في 10 ديسمبر وهو آخر أيام هذا التجمع الفني. بعد الفاصل سنتحدث عن موضوع جدا مهم، هل يمكن عندنا خطة طموحة للصحة تندرج ضمن رؤية المملكة 2030؟ وين منها؟ وكيف يمكن تكون التقنيات الجديدة في المجال الصحي في الفترة المقبلة حاضرة؟ وهل صحيح اللي نشوفه في الأفلام التشويقية والأفكار حتى التسويقية للمنتجات الطبية؟ ووين يعني بنكون حنا من العالم في مجال التكنولوجيا الطبية؟ لدينا مستشفيات كبرى على مستوى المنطقة وتقنيات متقدمة، لكن كيف يمكن نوصل إلى مقدمة الدول التي تقدم الخدمات الصحية على مستوى العالم؟ هذا اللي بنتحدث عنه هذا المساء بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد. اليوم ما راح نتكلم عن وش قاعدة تقدم وزارة الصحة لأجل ارتقاء بجودة ومستوى الخدمات الصحية، راح نفردها إن شاء الله في حلقة ونقيم الواقع والمستهدف بعد، يعني وين وصلنا وكيف وضعنا في حلقات قادمة. لكن احنا خصصنا موضوع جدا مهم، أنه رؤية 2030 اعتنت بشكل كبير بل حطت من ضمن المستهدفات المهمة أو من ضمن التقنيات العمل اللي قاعدة تقوم على كل المبادرات اللي هو على جانب الابتكار ودوره كذلك يعني في الارتقاء بمستوى الأداء يعني وما ينتج عن ذلك. الجانب الصحي يمكن في العالم قاعد يتطور وأجهزة طبية قاعدة تتطور. خلونا بالبداية نشوف الفيديو اللي يوضح يعني التقنية الصحية إن صح التعبير بشكل عام والأجهزة المستخدمة فيها بهالتقرير. شفنا يمكن بعض اللقطات عن التقنية واستخدامها والتكنولوجيا في الجانب الطبي. خلوني رحب معي بالاستديو بالدكتور محمد المجرشي وهو المسؤول عن هذا الجانب التكنولوجيا الطبية في هيئة الغذاء والدواء. حياك الله دكتور محمد. الله يحييك. يا هلا. طيب شفنا هاللقطات. سؤال مباشر، أين نحن من العالم في السعودية أتكلم في مجال التكنولوجيا الطبية؟ كيف وضعنا؟
طبعا في البداية بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني التكنولوجيا الطبية هي التقنيات الطبية والأجهزة الطبية المساعدة في التشخيص والعلاج والوقاية. المملكة العربية السعودية تتبوأ مرتبة عالمية جدا مرموقة في مجال التقنيات الطبية، طبعا من خلال الهيئة العامة للغذاء والدواء وهي الجهة المنظمة لرقابة الأجهزة المنتجات الطبية. المملكة العربية السعودية تعتبر من ضمن الدول التي فيها سوق ضخم للأجهزة الطبية. طبعا السوق الضخم هذا يتراوح فيه الأجهزة الطبية ما بين الأجهزة الطبية المستخدمة للتشخيص والعلاج بمراحل مختلفة إلى الأجهزة الطبية تعتبر الكابيتال إكويبمنت أو الأجهزة ذات التكلفة العالية والتي تستخدم فيه حتى في تشخيص الأمراض المستعصية وعلاجها بحد ذاته. يعني على مستوى المنطقة الشرق الأوسط نعتبر المملكة تعتبر من السوق الأكبر. من التوب 5 على سبيل المثال. نعم يعني المملكة تعتبر السوق الأكبر على مستوى الشرق الأوسط. على مستوى الشرق الأوسط. نعم. طيب أنا استغربت يعني حتى أثناء التحضير أنه هيئة الغذاء والدواء هي المسؤولة عن ترخيص أي جهاز طبي يدخل السعودية، صحيح؟ طبعا الترخيص هذه كلمة بسيطة، لكن احنا نقول هيئة الغذاء والدواء هي مسؤولة في رسالتها ورؤيتها عن سلامة ومأمونية وكفاءة وأداء الأجهزة الجهاز الطبي من خلال عدة مراحل. تبدأ بمرحلة تقييم الجهاز الطبي تقييم علمي كامل وإعطائه الإذن بالتسويق لدخول أسواق المملكة، ومن ثم متابعته فيما بعد مراقبة أدائه من خلال التواصل مع جميع مستشفيات المملكة والقطاعات الصحية للتأكد من عدم وجود أي مشاكل في الجهاز والتواصل مع قطاعات طيب يعني هيئة الغذاء والدواء واحد يقول من اسمها وش علاقتها بالأجهزة الطبية؟ هي هيئة الغذاء والدواء تهتم برقابة الأغذية والأدوية والأجهزة والمنتجات الطبية وبرضه منتجات أخرى كالألياف والمبيدات ومنتجات والمستحضرات التجميلية، فكلها تندرج تحت نظام رقابة هيئة الغذاء والدواء بشكل كامل. طيب يوم سألتك عن وضع المملكة، المملكة هي ترأس منظمة التجانس الآسيوي، صحيح؟ نعم. في يعني أعطنا وش هالمنظمة وش دورها؟ طبعا منظمة التجانس الآسيوي هي منظمة غير ربحية تضم في عضويتها 31 دولة ما بين دول مصنعة ودول ذات تنظيمات رقابية، في مقدمة هذه دول مثل الصين وسنغافورة وكوريا، برضو تضم في من ضمن جنباتها عدد من الخبراء من الدول الأوروبية بالإضافة إلى أستراليا، تهدف إلى خلق بيئة من التوائم والتجانس والتقارب في التنظيمات والتشريعات الرقابية بين الدول الأعضاء. طيب أرجع لدوركم في هيئة الغذاء والدواء في ترخيص الأجهزة الطبية اللي تدخل المملكة، يعني والتأكد من يعني سلامتها وأنها فعلا يعني تتوافق مع الاشتراطات. يعني على سبيل المثال شفنا قبل فترة يعني مثلا البعض يمكن كان أو أحدهم كان يتكلم عن منتج أو جهاز له علاقة مثلا بالعلاج النفسي وأنه هذا الجهاز يستخدم، وقامت وكان أخذ وعطى وانتقادات كبيرة. ذاك الوقت ما كنتم مسؤولين عن الترخيص؟ التقييم خلينا نتكلم معك بشفافيه، يعني مساله الترخيص كلمه زي ما ذكرت لك كلمه بسيطه، لكن اشمل من هالشيء. اشمل من الترخيص التقييم والاذن بالتسويق اللي هو تقييم العلمي للجهاز قبل دخول المملكه. طيب اللي سوقوا من غير اذنكم؟ اللي سوق من غير اذن هذه يعتبر مخالفه. مخالفة والهي لها قطاع كامل مختص بتطبيق المخالفات فيما يخص. يعني أي مركز طبي حتى لو خاص يعلن عن جهاز وسيقوم حتى في مجال التجميل على سبيل المثال يقوم بكذا وكذا خلال جلسة تتعدى 10 دقائق، لكن ما أخذ من عندكم الإذن، هل هذا يعتبر مخالف؟ نعم، حسب إذا كان إذا ما يأخذ إذن الإعلان أو التواصل مع الهيئة فيما يخص بالادعاء الطبي الذي يدعي هذا يعتبر مخالف. نعم، حسب اشتراطات وحسب المطالبات. وش المخالفة أو العقوبة اللي قد العقوبات تختلف حسب النظام وتختلف حسب نوع الادعاء الطبي ومدى التأثر. ففي النظام وتنظيم الهيئة العامة للغذاء والدواء تسجل فيه اللائحة كاملة للجزاءات والعقوبات. بالنسبة للأجهزة الطبية إذا كان الادعاء الذي يدعيه ممكن يضر صحة الإنسان أو المواطن بشكل مباشر فيه له أساليب وطرق معينة في التعامل معه بشكل مباشر. طيب أعطنا مثال للتقنيات اللي يمكن يعني جيد اننا في مركز متقدم، وانت على حديث احنا الاول في الشرق الاوسط في التقنيه والتكنولوجيا الطبيه. طيب مع رؤيه 2030
طبعًا. وين احنا رايحين في هذا الجانب؟ كيف يمكن نعزز جانب الابتكار كذلك؟ يعني نعرف ان عندنا مبتكرين ومبدعين وعندنا اهتمام بهذا الجانب، في يمكن نطلع حتى بابتكارات لاجهزه طبيه محليه من سعودي عربيا. وهذا اللي احنا نسعى صراحه، الهيئه العامه للغذاء والدواء تشجع الابتكار، بل زي ما ذكرت ان احد مبادرات رؤيه التحول الوطني في تعزيز جوده الرعايه الصحيه اللي هو القيام بالتقنيات الحديثه، توفر التقنيات الحديثه بشكل اكبر. بالنسبه للابتكار، الهيئه كجهه مشرعه منظمه ساهمت بجزء كبير من خلال وضع متطلبات للاجهزه المبتكره واعفائها من بعض المتطلبات للاجهزه العامه اللي قررت تسهيل الابتكار بشكل كامل داخل المملكه، اضافه الى مبادرات الهيئه مع القطاعات ذات العلاقه فيما يختص بتصنيع الاجهزه الطبيه وتوطين الصناعه الطبيه في المملكه. جميل. كمبادره، ولكن الهيئه تهتم بالجانب التشريعي والتنظيمي فيما يتعلق بالمبادرات. طيب خلينا نسالك عن بعض التقنيات المرتبطه بالحياه اليوميه، ويمكن خلينا نقول بجوده الحياه. يعني مثلا عندنا ساعة اليد الإلكترونية على سبيل المثال، بعض التطبيقات والبرامج الموجودة في الجوال تحسب كم مشيت، يعني حتى يمكن في فيديو بنعرضه بعد شوي عن أنه مستقبلا بيكون عندك زي المراية الإلكترونية اللي تعطيك المؤشرات الحيوية هو ما تشوفها إذا قمت من الصباح. يعني خلني هالجزئية الحين، يعني كيف يمكن نستثمر في هالجانب؟ طبعا هذه تندرج تحت تعريف الجهاز الطبي في المملكه، اذا على المستوى العالمي اذا استخدمت لغرض طبي زي ما ذكرت كانت تصنف كجهاز طبي وتدخل تحت نظام الهيئه العامه للغذاء والدواء، نظام الاجهزه الطبيه وتنظيم الاجهزه الطبيه. بل ممكن خلينا نتعدى النقطه هذه، حتى التطبيقات الالكترونيه اذا 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 اذا, إذا صنفت اذا استخدمت لغرض طبي. نعم. وحتى شفنا مثلا حتى بعض مثلا الظاهر هيئه الرياضه الظاهر كان لها دور في تطبيق تطبيقات هوات محمود تعطيك كم معدل مشيك الى اخره، وفي دعم هالجانب. طبعا هنا هذه ممكن النقطة المهمة واللي هي الفاصل الوحيد في الجهاز الطبي إذا استخدم لغرض تشخيصي أو علاجي أو وقائي. حلو. نعم، مش جهاز طبي، لكن خلينا نروح النقطة أبعد من هذه. الآن الذكاء الاصطناعي أو المشين ليرنينج اللي هو الارتفيشال انتليجنس الآن استخدم بشكل كبير جدا على مستوى العالم، والتنظيمات الآن على مستوى العالم فيما يخص كتنظيمات في المجال الأجهزة الطبية، بل أنه حتى أصبح يساعد الآن في تشخيص بنسبة كبيرة جدا. جميل. وهذا اللي بنتكلم عليه إن شاء الله في محورنا القادم وفي مع ضيفنا القادم. اشكرك دكتور محمد مجرشي هيئه الغذاء والدواء، يعطيكم العافيه. ما زلنا معكم مشاهدينا الكرام، التكنولوجيا الطبيه وين من هالجانب وين رايحين وش بيصير بعد الفاصل. يا اهلا فيكم، نتابع حديثنا عن التكنولوجيا الطبيه استثمارها في تطوير وتعزيز وزياده كفاءه الرعايه الطبيه عندنا في المملكه في ظل رؤيه 2030. وارحب معي بضيفي الدكتور صالح الطيار وهو عضو هيئه التدريس بجامعه الملك سعود واستشاري الميكانيكا الحيويه. دكتور صالح حياك الله معنا، شكرا لك لبيتك الدعوه. شكرا للاستضافه، الله يحفظك. الله، يعني وانت عراب في هذا المجال، مجال حتى التكنولوجيا الطبيه، لكن استاذنك بس احنا والمشاهدين نشوف مع بعض مقطع فيديو يعطيكم شكل كيف يمكن يكون مستقبلا شكل التكنولوجيا الطبية وكيف يمكن تستثمر في موضوع الرعاية الطبية. نشوفه مع بعض. We'll be right back.
دكتور، شفنا المقطع مع بعض قبل، بس ما أتكلم عن الواقع عندنا والمستقبل، هل فعلا يعني يمكن نصل بالتكنولوجيا الطبية إلى هذه المرحلة أنه والله قدامك لوح كفي وجهاز يعني ومراية تقرأ مؤشراتك الحيوية؟ وأكثر من ذلك الحقيقة، أكثر من ذلك، يعني أبعاد التقنية الآن فيما يخص الذكاء الاصطناعي وال الطباعة ثلاثية الأبعاد 3D printing، هذا تطور الآن حقيقة يعني مذهل، والهيئات الرقابية الآن تعاني من كيف تنظم مثل هالشيء وكيف تدير مثل هالشيء. ليش تعاني؟ ليش الهيئات تعاني في تنظيم هذا الجانب؟ من خوف انعكاساتها على الجانب؟ مشكلة الأجهزة الطبية، لو قارن الجهاز الطبي في الدواء، الدواء عمره الرقابي الطويل، فيأخذ فترة حتى يقر ويسمح بتداوله، لكن حتى ينزل الدواء الآخر في فترة طويلة. مشكلة الأجهزة الطبية إن عمرها الرقابي قصير جدا، فالتقنية دائما في تطور، ومجرد ما تنزل التقنية تنزل تقنية ثانية، فهذا حقيقة يعني في نوع من الازدحام لدى شركات المصنعة في طرح التقنيات وتطوير التقنيات. جميل. هذا يسبب ضغط حقيقة على الهيئات الرقابية في أنها لازم تشتغل بسرعة بحيث أنها تساهم في إدخال التقنية لدولها ولتسهل استفادة المرضى والمستشفيات من هذه التقنية، فهذا حقيقة تحدي مو بسهل. جيد. طيب دكتور، خلينا أروح مع أكثر مع رؤية 2030 قدام، بس خلينا الحين هنا، خلينا في واقعنا بشكل عام يعني. والميزة دكتور أنت يعني رأيك محايد، بشكل عام كيف تشوف يعني مستوى جودة وسلامة الأجهزة الطبية المستخدمة عندنا في المملكة والمستوردة منها يعني على وجه التحديد؟ هي المشكلة حتكون شهادتي مجروحة شوي، لأني أنا اللي من أسس قطاع الأجهزة في الهيئة العامة للغذاء والدواء، لكن الحقيقة بعيدا عن المجاملات الحقيقة المملكة قفزت قفزات لا يعرفها إلا الشخص اللي عاصر المراحل. الهيئة تأسست في عام 2004، لو رحنا لما قبل 2004، قبل 2004 كانت المملكة العربية السعودية حقيقة سوق مفتوحة لجميع المصنعين. كان في فوضى؟ كان في فوضى قبل 2004؟ فوضى أنا أسميها تقريبا يعني مفتوحة، كل شركة تصنع وتجيب أجهزتها تختبرها عندنا، ما كان في رقيب، ما كان في حد أدنى من المتطلبات، المواصفات، المعايير. فاللي يشوف السوق الآن ويقارنها بما قبل 2004 حقيقة نقلة نوعية ما هي بسهلة. الآن لا يمكن أن يدخل جهاز المملكة العربية السعودية إلا بعد ما يقر من هيئة الغذاء والدواء ويتأكد من معايير أساسية، اللي هي أولا أن الجهاز هذا آمن وذو جودة عالية وفعال، وأهم من ذلك يؤدي الغرض اللي صنع من أجله. وحتى يتحقق من هذه عملية حقيقة طويلة. فعلا كيف يمكن يتحقق أنه هذا الجهاز آمن ولا يمكن يكون له انعكاسات أو أثر سلبية على المرضى؟ جميل، سؤال جميل وسؤال أكاديمي أكثر منه ذلك. لكن هو الحقيقة في شيء يسمونه مبادئ سلامة وتشغيل الأجهزة الطبية، Essential Principle of Safety and Performance of Medical Devices، وفي شيء يسمونه تحليل وإدارة مخاطر الأجهزة الطبية. المصنع قبل أن يطرح أي مصنع في السوق يجب أن يتأكد أولا من تطبيق معايير جودة الأجهزة الطبية اللي تسمى الآيزو 13485. ثانيا يجب أن يتأكد من تحقيق جهازه لمعايير السلامة والأداء الجيد اللي هي Essential Principle of Safety and Performance. فيما يخص الجزئية اللي سألت عنها هي تندرج تحت طبعا السلامة تندرج تحت، لكن في نقطة أساسية اللي يسمونها إدارة المخاطر. من ضمن الأشياء اللي يسويها المصنع، يجب أن أولا
بعد ما يطور الجهاز ويصنع يحلل المخاطر اللي قد تترتب على هالجهاز ويسوي قائمة فهي المخاطر اللي ممكن تنتج عن هالجهاز. اللي يحللها مصنع نفسه؟ المصنع لازم يسوي المصنع. لا لكن من دي الجهة دكتور اللي فعلا هي يعني يجب أن ترخص يعني هذا الجهاز بعد ما يعني تتأكد من هالشغلة؟ نعم، هو المصنع أولا يجب يقوم بدوره. دوره هو أنه يتأكد أنه جهازه يحقق مبدأ أساسي، لأنه حتى ما نطول في الجودة فيما يخص إدارة المخاطر. المعيار الأساسي أنه risk versus benefit اللي هي المخاطر والمنافع. فإذا قال أنه المنافع من هذا الجهاز تفوق المخاطر المترتبة على استخدامه يستطيع أن يطرحه في السوق. الآن يجي لي سؤالك، من الجهة اللي تتحقق؟ لأنه يعني بعض الجهات الجانب التجاري هو اللي يهمها يعني بدرجة أولى، فبالتالي يمكن ما تراعي هالجوانب الأخرى يعني الكاسات السلبية. والله هي قد يكون صحيح، لكن المصانع اللي تحترم نفسها وتحترم اسمها لا يجب أنها تتأكد وحريصة على أنها تحافظ على اسمها ومستقبلتها وثقلها. طيب في السوق. طيب مسألك عن مستقبلك، من الهيئة العالمية اللي ترخص الأجهزة؟ هناك هيئات كثيرة، مثلا لما نجي في الاتحاد الأوروبي، في الاتحاد الأوروبي يمنح شيء يسمونه CE مارك، وهذا من خلال مجموعة من مكاتب أهلتها ورخصتها ورخصها الاتحاد الأوروبي لتزور المصانع وتتأكد من تطبيق المصانع للإشتراط اللي قلتها لأساس أسس السلامة. جميل. طيب خليني أروح لشيء مهم جدا دكتور، كما بقى معي دقيقة ودقيقتين بس، أنه رؤية 2030 يعني يمكنها دعمت أشياء كثيرة تلتقي كلها وتجتمع، أنه أني أسألك عن مستقبلنا وواقعنا حاليا في مجال الصناعة في التكنولوجيا الطبية. رؤية 2030 دعمت واهتمت بزيادة المحتوى يعني المحلي ودعم التصنيع على سبيل المثال، اهتمت برفع جودة الرعاية الطبية. كل هالأمور تدعون تساؤل، لماذا لا يعني نتواجد ويكون عندنا فعلا يعني بصمة في موضوع صناعة التكنولوجيا الطبية؟ جميل. الحقيقة 2030 يعني رؤية طموحة، والبرنامج التحول الوطني أيضا مكمل لها، هي قائمة على أنه أولا فيما يخص القطاع الصحي، القطاع الصحي أحد مرتكزات الخطة الرئيسة حقيقة، وهي تركز على رفع جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطن والمقيم. وأكبر دليل آخر ميزانية كان فيها 16% من الميزانية مخصصة للقطاع الصحي. اثنين، وزارة الصحة خلال 5 سنوات اللي تنتهي في 2020 يفترض أن يكون حجم إنفاقها على الرعاية الصحية 71 مليار دولار. طبعا هذا لماذا؟ الهدف من هالإنفاق الضخم هو زيادة الطاقة الاستيعابية السريرية في المملكة. جميل. إحنا إلى قبل فترة كانت المعدل عندنا 2.1 سرير لكل 1000 شخص. رؤية وزارة الصحة أنا ب2020 تبي تسوي قفزة نوعية. في 2020. في 2020. هتكلم السنة الجاية ترى قريب. ننتقل إلى 3.4 سرير لكل 1000 مواطن. ماشيين صح؟ توقع أنه فعلا بنوصل لهذا؟ أنا أعتقد أنهم ماشيين في من خلال يعني تقييمك مجموعة المستشفيات وزيادة في عدد المستشفيات. يفترض أنه عدد الأسرة اللي زادت أو تزيد خلال نهاية عام 2020 5000 سرير. طيب تصنيع تكنولوجيا عندنا وينه؟ هذا أحد روافد حقيقة وأحد مرتكزات برضو الخطة. التصنيع يأتي من الحاجة، والحاجة تأتي من أنه هالحجم وزيادة الإنفاق بناء المستشفيات، كل هذه تحتاج إلى تكنولوجيا وتوفير التقنيات. الآن الدولة حقيقة تشتغل على محورين، المحور الأول هو دعم القطاع الخاص في المملكة، ويفترض أنه في 2030 يساهم القطاع الخاص ب 35% من ناتج محلي من الإنفاق الصحي. ثانيا في تشجيع للاستثمار الأجنبي في المملكة. جميل. و
أهم المحفزات للاستثمار الأجنبي اللي هي الملكية الكاملة. المستثمر الأجنبي يستطيع أن يدخل. يعني كان يعني تقول عندنا أكثر من مسار نستطيع أننا يعني بشركات عالمية نؤسس لمصانع هنا نستورد كذلك ناس لهم يعني سبقونا في هالمجال أنهم يتواجدون عندنا ونسوي قصة سعودية قصة سعودية في متقدمة في موضوع التكنولوجيا الطبية. تقوم على نقل جميل. التقنية التقنية وتوطينها. جميل. وأتوقع بيكون لها انعكاس حتى كثير يعني ممكن ارتقاء بجودة الرعاية كذلك توفير فرص حتى لشبابنا في المجال. دكتور أنا وقتي داهمني وأعرف أن عندك شجون وأعرف أن هذا الموضوع بالنسبة لك هو يعني من أولى والأولويات. شكرا جزيلا لك دكتور صالح الطيار عضو هيئة التدريس بجامعة الملك سعود واستشاري للميكانيكا الحيوية وهو من أسس عام 2004 قطاع الأجهزة الطبية في هيئة الغذاء والدواء. بس بقول نقطة يعني قبل لما أتكلم عن استيراد الأجهزة الطبية عندنا شركة الشراء الموحد هذه من الشركات التابعة لصندوق الاستثمارات العامة. وش فكرته؟ فكرته أنه كل قطاع عندنا القطاعات الصحية مو بكل الحين مستشفيات تتبع يعني لوزارة الصحة. عندنا والله الدفاع في مستشفيات تابعة الدفاع، الداخلية عندنا تابعة لها أكثر من قطاع. أنه يعني بدل ما كل جهة تستورد أجهزة بأسعار عالية تعالوا يا جماعة خلوا قناة الشراء هي شراء موحد. أتمنى كذلك في الأجهزة الطبية يعني يكون نفس التجربة في توحيد هذا الموضوع لأنه البعض يعني في صرف كبير يروح في مبالغ طالب كل أجهزة لكن لو وحدت يعني التجربة لكانت يعني أقل الهدر وكذلك حتى في الجانب الرقابي. فاصل وبعد الفاصل للحديث بقية. يا أهلا فيكم مشاهدينا. يمكن عندنا يعني عادة حنا يمكن ننتقد قصور بعض الجهات في تقديم الخدمات الصحية، نتحدث عن مواعيد طويلة، عن توفير الأسرة، عن وعن وعن أخطاء طبية وغيرها، لكن لا يعني ذلك أن يعني نغمض عيوننا عن التجارب المضيئة عندنا في المملكة العربية السعودية. عندنا نموذج مميز حقيقة ونفتخر فيه ليس بس على مستوى المملكة بل أكاد أجزم أن هذا المستشفى بجودة خدماته وإمكانيات كذلك كادره الطبي والصحي في مختلف مجالات يعد من أقوى وأميز المستشفى حتى في الجانب البحثي من أقوى وأميز المستشفيات في منطقة الشرق الأوسط إن لم يكن كذلك لما هو أشمل. نتحدث عن مستشفى الملك فيصل التخصصي وأرحب معي بالاستوديو بالدكتور أحمد الثميري مدير التشغيل في مستشفى التخصصي كذلك وأرحب معي بالأخت نوال المالكي من مستشفى الملك فيصل التخصصي وهي أخصائية تصوير رنين مغناطيسي. حياكم الله معنا. أنا عارف أنه يعني ما تبون نتكلم عن يعني المستشفى في الجانب التقني وإحنا خصصنا في الجانب التقني لكن اللي يعرفه أنه في المستشفى أجهزة تقنية ربما لا تتواجد في مستشفيات كبرى في العالم. أبي تعليق. هذا صحيح. بسم الله الرحمن الرحيم. مستشفى الملك فيصل التخصصي من يوم ما افتتح في عام 75 وكان يسمى بالمستشفى الأوتوماتيكي. إيه؟ كان يسمى بالاسم ليش؟ لأن التقنية والأجهزة في ذاك الوقت ما كانت موجودة إلا كانت في المستشفى الملك فيصل التخصصي ومن ذاك الوقت إلى الآن وهو في تطور مستمر الحمد لله. خلنا نعطي أمثلة مثلاً على سبيل المثال للتقنية ومستوى التقنية المستخدمة في 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 في, في المستشفى. يعني الأجهزة الطبية وإحنا الآن يعني في التقنية وخاصة في الأجهزة الطبية والتقنية العالية هي تنقسم إلى قسمين، قسم تشخيصي وقسم علاجي. فالقسم التشخيصي موجود في كثير من الأجهزة في المختبرات في الأشعة وذا. القسم العلاجي وهو اللي شوية له يعني تطوير كبير وخاصة يمكن عندنا في التخصصي استخدام كبير وخاصة في مجال علاج الأورام. فتقنية الأجهزة في علاج الأورام عندنا في التخصصي ما هي موجودة إلا في كبرى المستشفيات في العالم. هذه موجودة في مستشفى التخصصي. نعم. وهذا اللي يمكن خلاه يعني هو يعتبر رائد في المنطقة في موضوع علاج الأورام. أكيد.
يعني هذا ممكن خلني أسأل نوال، انعكاس استخدام الأجهزة الطبية التقنية على الارتقاء بمستوى الخدمة الطبية والرعاية الصحية المقدمة للمرضى؟ طبعا لا شك، بدون تقنية طبية ما راح يكون في رعاية صحية، والمستشفى التخصصي طبعا رائد في هذا المجال. احنا نمتلك أجهزة حديثة، يمكن في أجهزة التصوير أو غيرها من الأجهزة، تعتبر هي الأولى في الشرق الأوسط، يمكن كانت تندر في العالم، يعني ما في منها كثير. والتخصصي مثل ما قال الدكتور أحمد موجودة من يعني من الأد من الـ من الـ الـ المستشفيات اللي تميزت في هذا المجال، انها تحتضن الاجهزه الطبيه الحديثه عشان تنعكس على علاج المرضى بشكل افضل بالنسبه لنا. جميل. تعطي خيارات افضل للاطباء في تشخيص العلاج، وتعطي تسريع لعلاج المرضى. طيب في مجالك على سبيل المثال للتصوير الرنين المغناطيسي، خلينا نتكلم عن مستوى جوده وكفاءه الاجهزه المستخدمه. عندنا اجهزه تعتبر جدا تقنيتها عاليه، عندنا اجهزه تكاد تندر في الشرق الاوسط في التصوير الطبي، ما في الا يمكن واحد او اثنين ويمكن تنعدم. التخصص يتميز بهذا المجال، احتضان الاجهزه الطبيه الحديثه متقدمه ساعدت بشكل كبير جدا في علاج عدد كبير من المرضى، تقديم خدمات طبيه تصويريه في قسم الاشعه او غيره بشكل جدا رائع. جميل. طيب يعني دكتور أحمد خليني أسألك عن يعني انعكاس استخدام التكنولوجيا من خلال تجربتكم، خليني أتكلم عن شيء من واقع التجربة نريد أن نتحدث عن أثره، يعني بشكل عام، يعني مو بس على مستشفى تخصصي. لما أتكلم عن التكنولوجيا الطبية، استخدام أحدث الأجهزة، وعندي شغف وطموح يا رب، وإن شاء الله أني أنا موقن أنه ما ينقصنا شيء، أنه حتى في التصنيع بعد أن يكون أنا تميز إن شاء الله في السعودية في 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 رؤية 2030 ترى علت سقف الطموحات عندنا. أنا كيف تشوف والله أنت يعني ما شاء الله عليك جبت النقطة مهمة جدا، وخاصة التصنيع. إحنا يعني في وقتنا الحالي أحسن من الأوقات السابقة بشكل كبير. أحسن في إيش؟ أنا أقول لك أحسن أولا في استقطاب الأجهزة، أحسن في تدريب الخبرات لتشغيلها، أحسن في خبرات لصيانتها، كل هذه الآن الحمد لله موجودة، والريجوليتوري الجانب التشريعي اوريدي بعد موجود في هيئة الغذاء والدواء. فإحنا الآن في جميع المجالات هذه أحسن من قبل بكثير، ينقصنا الآن خاصة مع الرؤية، وبصراحة شيء يعني يشرف إن إحنا نتوافق معها في التصنيع. عندنا الآن 10 سنين هذه، ودنا لو نقدر نحاول نركز. طيب خليني أقول كيف يمكن أن يكون هذا الشيء؟ يعني زي ما سووا الدول الثانية، ما هو صعب. يعني قبل شوي بس عفوا المقاطعة، كان معي الدكتور صالح الطيار وهو ما شاء الله متميز في هالجانب، ويعتبر من العرابين، تحدث عن مسألة حتى يعني عندنا دعم مثلا الاستثمار الأجنبي، بالإمكان أن الشركات العالمية الكبرى يتم التحالف معها، جذبهم عندنا، توفير كل الممكنات لهم، ونستطيع تصنيع فعلا أجهزة طبية حديثة في السعودية. ممكن، أنا أقول لك لو إحنا مثلا قبل كم سنة ممكن ما نقدر، لكن الآن إحنا عندنا الناس والخبرات القوية اللي ممكن تسوي هالشيء، لو إحنا بس التشريعات ساعدتنا في هالمجالاتها والاستثمار ساعدنا فيها، أنا أتوقع أنه ممكن إحنا نقدر نصنع بعض الأجهزة الطبية خلال 5 سنوات الجاية. طيب من باب من جانب الممارسة نوال، يعني أنت وتستخدمين هالأجهزة في مجال الأشعة وغيرها، كيف هي كفاءة يعني وحتى من تعرف بشكل عام ترين كفاءة السعوديين والسعوديات في هذا الجانب على وجه التحديد التكنولوجيا الطبية؟ يعني الحمد لله، الحمد لله الحين احنا نقول احنا سعوديين، لان الان يعني تقريبا من 80 ل 90% من المشغلين الاجهزه في القطاعات يعتبرون سعوديين، ما عاد صرنا نعتمد كثير على الاجانب، خصوصا ان الاجهزه تشتغل يعني كامل اليوم بكامل كفاءتها بكامل قدرتها. الان الحمد لله التعليم عندنا صار جدا رائع، يدرس هذا المجال باحترافيه عاليه، عندنا دكاتره ممتازين يقد يساعدونا في هذا المجال، يعني وافتتحوا ايضا دراسات عليا في هذا الموضوع، فيعني اتوقع ان الكفاءه موجوده. احنا يعني الان نمتلك كفاءات عاليه، واحنا نموذج منها، يعني الكفاءات اللي عندنا
يعني هل هي موجودة في مجال التشغيل لهذه الأجهزة الطبية؟ التشغيل؟ ولا حتى يمكن حتى في جانب التصنيع والجانب التقني للبحث لهذه الأجهزة الطبية؟ التشغيل إحنا موجودين، يعني إحنا كجانب مشغلين للأجهزة الطبية والتصوير الطبي موجود الجانب ويدرس من يعني من وقت، والحمد لله الآن إحنا نشتغل في هذا المجال. إحنا موجودين من جانب التقنية والأجهزة، أتوقع مثل ما قال دكتور أحمد المنظومة اكتملت بالنسبة لهم، وهم بالعكس يطمحون لأشياء أكثر. جميل. طيب دكتور أحمد، خلينا نروح للمستقبل. يعني لنفترض إن شاء الله، يعني زي ما قلت ما في شيء ينقصنا في هالفترة، كل الطموح موجود والممكنات قاعدة تخلق يوم ورا يوم، وين يمكن نروح في هالجانب التصنيع، سواء كتصنيع أو حتى كذلك كتوطين للتقنية الطبية، أو حتى كذلك أنه تتواجد فعلا في المستشفيات السعودية أحدث الأجهزة الطبية؟ أبغى أعرف يعني وين يمكن نروح أثرها على الارتفاع بجودة الرعاية الصحية، وماذا كذلك عن تأثيرها على الممارسين يعني في الرعاية الطبية، أطباء أو أخصائيين وغيره؟ احنا عند تقريبا يمكن ثلاث مجالات ممكن نطرحها، بس قبل حبيت بس انوه انه في التقنيه يعني في التشغيل عندنا يعني خبرات كبيره، حتى في الصيانه. انا اول ما درست الجامعه كنت سنين طالبين في التخصص في الدفعه حقتي، الان وفي جامعتين يدرسون، الملك عبد العزيز وجامعه الملك سعود. الان جميع الجامعات او اغلبها تدرس تقنيه الاجهزه الطبيه. اللي انا ودي اذكره الثلاثه المحاور الرئيسيه، انه التصنيع جدا مهم، لكن قبل التصنيع احنا ودنا انه التقنيه اللي اوريدي موجوده تستخدم بشكل الامثل. جميل. يعني احنا عندنا تقنيه في المستشفيات كثيره لكن ما تستهلك ولا تستخدم بالشكل الكبير اللي تستخدم. وفي خلينا نتكلم معك صريح بعد، انا بقول احيانا تستورد اجهزه تقنيه عاليه لكن ترى قاعده ترى مغبره، ما تستخدمها بعض المستشفيات، او انك تستخدمها بس ما تستخدمها. انت الان تتكلم الجهاز ممكن يكلف احيانا 20 مليون او اكثر، فانت يبغى لك تستخدم استخدام كامل. طيب انا الوقت داهمني وعارف الموضوع ذو شجون، شكرا لك دكتور احمد ثميري مدير التنفيذي التشغيل في مستشفى الملك فيصل التخصصي، شكرا لفتاه من فتيات الوطن اللي مثلها كثير اتوقع نفتخر فيهم، ويعني مع تمكين المراه صرنا نشوفهم في كثير من القطاعات. اول كنا نقول يعني كان 75% واكثر من عمل المراه هو يا في الصحه يا في التعليم، اكيد انه هذه مرافق مهمه، لكن جميل صرنا نشوف حتى في مجالات متعدده، ومنها ان شاء الله نشوف حتى في التصنيع يعني الطبي كذلك فتيات متواجدات الى جانب اخوها الرجل والمواطن. شكرا لكم الاخت نوال المالكي واخصائيه التصوير رنين مغناطيسي، شكرا لكم. اكيد الطموح كبير، سقف طموحاتنا رفعته رؤية 2030، يعني ما عاد عندنا عذر حتى في القطاع الصحي، لا من جودة خدمة ولا من كذلك استخدام أحدث تقنيات، وإن شاء الله وهذا هدف أن نصنعها هنا. تمام.